السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده أنا نستخدم فيه الليست بوكس بدل من إيه؟ بدل من التكست بوكس. الليست بوكس عبارة عن كنترول بيعرض العناصر في إندكس في ترتيب معين، تمام؟ تحت بعضها بترتيب محدد، تمام؟ أوكي، يعني في طريقة معينة لعرض البيانات او عرض الاري او المصفوفه او عناصر المصفوفه داخل الليست بوكس. تعالوا نشوف مع بعض اللي بيحصل الاول قبل ما نبدا الكود. هبدا ستارت برضو عادي بكذا، هبدا عرض العناصر المصفوفه داخل الليست بوكس، تمام، باي طرق، يا اما العرض الكود الكبير اللي عملناه قبل كده في الاول خالص، او باستخدام الفور لوب، او باستخدام التايمر. اتس اوكي، احنا عرفنا الثلاث طرق ايه لعرض عناصر المصفوفه عندي داخل الكنترول اللي هيتم ايه استخدامه، سواء ليست بوكس، داتا جريد فيو، او تكست بوكس. ليست بوكس، داتا جريد فيو، او تكست بوكس. طيب شوف الليست بوكس دلوقتي ايه اللي يحصل فيه. ستارت نفس الكلام. هل انا محتاج ان اقول في الكود environment dot new line عشان يعمل انتر وينزل تحت؟ لا، مش محتاج خالص، لان هنا في الليست بوكس كل عنصر بيترتب اكنه اندكس. اوكي يا شباب، كل عنصر منفصل، تمام. ليست من اسمها ليست بوكس، عباره عن ليست مكتوب فيها ده ايه، مترتب فيها العناصر بطريقه ايه محدده. اوكي، نشوف مع بعض الكود ونبدا نمسح الكود ونغيره مره ثانيه. بسم الله، فورم 2. ايوه، دي الليست بوكس. ليست بوكس موجوده عندي هنا في الكنترول، هتبقى ليست بوكس. دي الليست بوكس بتاعتي، هي دي. اوكي، دي الليست بوكس كنترولز موجوده عندي، ما فيهاش اي تعديل، بدون اي تعديل، لسه ما عدلتش عليها. ليست بوكس ليست من ضمن الكنترولز اللي تعرض العناصر جواها as a collection، زي مجموعه مرتبه ايه؟ as an index، زي الاندكس كده بالظبط، زي المصفوفه. اوكي، اكنها مصفوفه بس ايه؟ معروضه. اوكي يا شباب، طيب يبقى كده عملت ليست بوكس ورسمتها عندي على الفورم، بس بدون اي شيء هنا، ما غيرش في اي شيء في البروبرتيز خالص. اوكي، نعمل ديليت للليست بوكس الجديده ونشتغل على القديم. ستارت باتن، نمسح الكود ده خالص كده ونبدا من اول تاني. هنقوم بعرض مثلا ويا اقصر الطرق اللي هي الفور لوب. اكتب فور، قلنا اضغط دبل تاب من الكيبورد على مفتاح تاب في الكيبورد، اضغط مرتين. اي ايكوال زيرو، اتس اوكي. ده الكونديشن بتاعي، اي اقل من ايه؟ اقل من عدد العناصر. عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى هنا ايه؟ اكتب 6 او اكتب اسم المصفوفه دوت لينث. اوكي؟ طيب، وفي كل لفه هيزود لي قيمه الاي بواحد. اوكي؟ طيب، يبقى الكود المطلوب دلوقتي اني اضيف العناصر عنصر عنصر للليست بوكس. مين اللي هيعرض العناصر؟ ليست بوكس. يبقى اكتب ليست بوكس دوت عناصر ايتمز دوت اد. اضيف مين؟ الكرنت اندكس او الاندكس عندك. فين؟ في المصفوفه. يبقى اكس اوف اي، يبقى اول عنصر من العناصر المصفوفه في اول لفه، اللفه اللي بعدها ثاني عنصر، اللفه اللي بعدها ثالث عنصر، رابع عنصر، خامس عنصر، لغايه ما يجي ايه؟ سادس عنصر، اللي هو الاندكس رقم كام؟ 5. اي اقل من لين اكس دوت لينس، يعني 5 اقل من 6، يبقى ده هيكون اخر ايه؟ عنصر هيتعرض. اللفه الاخيره، بنعيد تاني اللوب يا شباب. هيكون الاكس الاي بكام؟ 6، تمام؟ 6 اقل من 6؟ لا. يبقى الكونديشن هنا ايه؟ الكونديشن هنا مش هيتحقق، هيبقى فولس. اوكي؟ هل هيدخل الكود اللي جوه؟ لا خلاص، اللوب هتقف.
بدون استخدام التايمر وستارت وستوب، فده اقصر الطرق العرض ايه المصفوفه على الشاشه عندي، سواء تكست بوكس، ليست بوكس، لتا جريد فيو. اوكي نبدا مع بعض نشوف الكود يتحقق ازاي. ستارت فورم 2. مستر ممكن بعد كل مره نوقف الكود ونحط سيبريتور مثلا، فواصل، ممكن نحط فواصل، بس الليست بوكس هي اصلا عندها فواصل طبيعيه، يعني باي ديفولت كده بترتب العناصر في صوره ايه اندكس. يعني ممكن نعمل ليست بوكس دوت ايتمز، تمام، واقول له هنا ايه دوت اد، وبتوين دبل كوتيشن كده مثلا اضيف يعني سبريتور كده او فاصل. هل السبريتور ده الليست بوكس هتعتبره عنصر؟ الليست بوكس هتعتبره عنصر من عناصر الليست بوكس، مش من عناصر المصفوفه. شايفين؟ اعتبرته عنصر من عناصر الليست بوكس. الليست بوكس ليها استخدامات كتير جدا داخل البرامج المكتبيه يا شباب. ممكن اختار الاسم، يظهر لي الاسم هنا والاندكس بتاعه رقم 0 مثلا، تمام. لو انا عايز اختار من الليست ده اسماء مثلا، عايز اسم محمد او اسم عادل، دبل كليك على اسم عادل يظهر لي ايه مثلا الريبورت الخاص بعادل. اوكي طب لما اضغط هنا على الداش دي ايه المعلومات اللي تظهر؟ ما فيش اي معلومات. لذلك انا في غنى دلوقتي عن ايه، انا في غنى عن ان احط داش او فواصل ايه كتابيه بين ايه عناصر الليست بوكس، لانها مختلفه تماما عن التكست بوكس. اوكي شباب الفيديو الجاي هنعرف نعرض العناصر ازاي في داتا جريد فيو. بنمسح كده السطر ده بحيث تعرض العناصر دايركت وزود اني سيبريتور ان ذا ليست بوكس. شايفين؟ من غير اي فواصل، من غير اي فواصل. اوكي المره الجايه الفيديو اللي بعده هنشوف ازاي نعرض عناصر المصفوفه داخل الداتا جريد فيو، وهنشوف ايه الداتا جريد فيو وشكلها عامل ازاي، وازاي نجيبها من ايه من التول بوكس. شوفوا الفيديو الجاي.